تعالوا نروح يعني لناقدنا الرياضي الاستاذ خالد الاتريبي. واستاذ خالد صباح الخير، ايه رايك في مسلسل التحكيم واخطائه اللي على النادي الاهلي؟ بس صباح الخير يا كابتن ايمن، بس على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام، وانا بس عندي معلش لو تسمحوا لي عندي تحفظ بس على كلمه اخطاء. في فرق كبير جدا ما بين الخطا وبين الاخطاء وبين الخطايا. ايوه، ما يحدث مع النادي الاهلي منذ بداية الدوري حتى الآن يندرج تحت الخطايا التحكيمية والفضائح التحكيمية، وشايفها إن هي مقصودة ومش وتخرج عن حيز الخطأ البشري. يخرج ليه عن حيز الخطأ البشري؟ طالما في فار يا كابتن أيمن يبقى انتهى خلاص تدخل العامل البشري. طالما في فار إذا يبقى لو في غلطة من البشر، غلطة من الحكم، وطبيعي إحنا دايما كنا بنقول أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم. ايوه. انما لما يكون في آلة موجودة صعب جدا الآلة ان هي تغلط، خاصة بقى لو كان البشر قاعد بره وواخد وقته تماما جدا في انه يفند اموره. ده البشر بيفسد متعة كرة القدم دلوقتي وللنادي الأهلي بس. بالظبط، هو عندك مجرد أسئلة احنا بنسألها. ليه دايما يعني الهدف اللي بيحرزه النادي الأهلي بيقعد يتراجع في الفار لمدة 3 4 دقايق؟ والنادي الاهلي لما بيكون عنده حق بتجري وكان في حاجه او فعل مجرم بيحصل بتجري عشان ما حدش يلحقك. ده اللي حصل النهارده في هدف النهارده. انا عندي مفاجاه كبيره جدا من بعض الاستديوهات التحليليه اللي بتتكلم وتقول لك وجابت تقنيه ال 3 دي وتقول لك لا، يقول لك الكوره ما دخلتش بكامل استدارتها يبقى خلاص الكوره مش هدف. هو احنا عايزين ايه؟ هو احنا عايزين نتكلم في الحق ولا احنا عايزين نبرر اخطاء الناس؟ هي دي الفكره اللي احنا لابد ان احنا نتكلم عنها. المطلوب ايه من اول المسابقه؟ احنا بنتكلم وانا سامع الكابتن اسامه حسني بيقول يعني احنا عايزين حكام اجانب. هو الفكره كلها احنا قبل كده طلبنا حكام اجانب والنادي الاهلي طلب حكام اجانب ومجلس اداره النادي الاهلي طلع بيان رسمي احنا مش هنلعب الا بحكام اجانب، وطلع في تحدي واضح جدا من المهندس احمد بجايد تصريح بمجرد ما انتهى مجلس اداره النادي الاهلي من بيانه كان هو قاعد مستني وقال مفيش حكام اجانب واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. معلوماتي الشخصيه ان النادي الاهلي ابدا طلب رسمي انه يدفع فلوس الحكام او مستحقات الحكام الاجانب مقدما 10 مباريات تقريبا او 5 مباريات ايا كان العدد، وبرضه تم رفض الموضوع. الموضوع مش موضوع ده لاستكمال المسلسل ولا ده الايه بالظبط؟ طبعا ده لاستكمال المسلسل، لان البطوله بص يا كابتن ايمن، اللي مش شايف ان البطوله موجهه عنده مشكله في وجهه نظر. دي وجهه نظر انا. أيوة. وجهه نظري اللي انا احكم عليها. أيوة. اللي مش شايف ان البطوله من بدايتها او منذ تعيين لجان مؤقت في نادي الزمالك، اللي مش شايف ان البطوله موجهه من بعدها عنده مشكله في وجهه نظر. ده لازم نعترف بده، واللي مش معترف بده انا يا كابتن ايمن المشكله النادي الاهلي على فكره كسب بطولات كتير وخسر برضه بطولات كتير، وكان بيبقى مقبول جدا انك تخسر البطوله علشان انت وحش، انت في يومك انت، انما فكره انك احنا لا نلوم على التحكيم بس خد بالك، ولا على التوجيه بس، احنا بنلوم انفسنا. بس في الوقت اللي احنا بنلوم فيه انفسنا ما ينفعش تقول لي ما تتكلمش على التحكيم انت وحش. لا، انا عايز حقي، خلي بالك انا وحش بس عايز حقي. بالظبط، بس ده اللي انا عايزه. بالظبط، يعني لما 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 وصلنا لمرحله ان النادي الاسماعيلي قبل مباراه الاسماعيلي انا اكسب النادي الاهلي يكسب كل مبارياته خلاص ياخد البطوله بمبدا المواجهات المباشره. ايوه، اصبح انك لا لازم تعطل النادي الاهلي وضرب الجزاء لاجاي. الكل احترف ان ضربه جزاء اجاي سليمه قدام الاسماعيلي، وبالتالي فقدت نقطتين وبدا مزيد النقاط. النهارده الكل بيعترف ان انت طلعت يعتبر بعيد جدا وعيد اكثر من المنافسه بهدف لم تم التغاضي عن حسابه ليك عشان تبعد اكثر. هو ايه المطلوب؟ المطلوب باين للناس انك بتوجه البطوله ناحيه نادي الزمالك، دي واضحه وصريحه يعني. فدي وجهه نظري ان الموضوع متعدي فكره الخطا التحكيمي. لا، الخطا التحكيمي انا شايف ان هو مش وارد او مش صحيح ان احنا نسميه خطا تحكيمي، لا ده شيء موجه ضد النادي.
طب ايه سبب التوجيه او ايه سبب التوجه ده؟ لا، السبب التوجه ان نادي الزمالك محتاج بطوله. نادي الزمالك محتاج انه ياخد بطوله، يعني لاستقرار الزمالك. او انا يعني الموضوع واضح جدا يا كابتن، واضح جدا ان في يعني في محاولات لمساعده نادي الزمالك. وانا ما عنديش مشكله على فكره ان نادي الزمالك الناس تقف وراه في ازماته، او في يكون في مساعده لنادي الزمالك، بس بيكون بشيء شرعي. ماشي، هو هو عنده ازمات، احنا ايه ذنبنا احنا؟ يعني هو عنده ازمات، احنا ايه ذنبنا احنا؟ انت واخد بطولات كتير يا كابتن. ماشي، ما ياخد، مش حقي. طبعا مش حقي ان انا اخد بطوله، البطولات مش انا وانا بجيبها من الشارع، ما انا بجيبها بحق، بمجهودي، بعرقي، بادائي، بامكانياتي، بقدراتي، بادارتي، بجمهوري، انا بجيب البطولات بكده. انما نادي تاني عنده ازمات، احنا مالنا ايه ذنب انا؟ يعني انت تحرمني من كتاب التاريخ متكرر، تمام، وتاريخ متلازم، عشان خاطر في نادي عنده ازمات، هو يحل ازمته بعيد عننا. يعني اتمنى صحيح. اتمنى يعني اصل انت بتتكلم في كوره، دي كوره تشجيع، امكانيات، فلوس، انت بتصرف كرة فلوس. خلاص، هي 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 مش كوره بس. مش كوره بس. خلاص، ماشي، نروح نتبرع بقى. مش عارف. شكرا جزيلا لنقدنا الرياضي المتميز خالد الاتريبي.